يتغير مع ذهاب إدارة ترامب، ولن يتغير مع ذهاب إدارة بايدن. هنا ما غاديش نغادروا الصحراء المغربية، وما وقع أمس أو أول أمس تلك المقذوفات التي أسقطت في مكان غير مأهول بالسكان لكن قريب لمدينة السمارة. هنا ميليشيا البوليساريو الإرهابية أصدرت بيان اعترفت بنفسها بأنها قامت باستهداف قطاع السمارة، قامت باستهداف قطاع السمارة في هذا البلاغ، وإن قالت بأنه نفذت يوم السبت 18 ماي قصفا مركزا استهدف أهدافا معادية خلف الجدار. يراها تقول، يعني هنا راح تقر بأن تلك المقذوفات التي أسقطتها كانت من يعني من صنع أيديها، وهذا يثبت على أن هذه العصابة أو هذه الميليشيا تقوم بعمليات إرهابية. واستني الإدانة من قبل مجلس الأمن إن شاء الله في المستقبل القريب، ومشي فقط من مجلس الأمن، حتى العرب سيكونوا يعني ديجا البيان نتاع إعلان البحرين، غير المغرب ما بغاش. يعني في لحظة يجتمع مجلس جامعة الدول العربية ويصدر بيان بناء على الممارسات نتاع هذه البوليساريو المدعومة من قبل عصابة العسكر، ويتم إدانتها وتصنيفها كحركة إرهابية. طبعا المغرب لم يقرر بعد، دائما مع السمارة، دائما مع السمارة اللي هي آمنة واللي لن تزعزعها مثل هذه المقذوفات. تم افتتاح المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة، وهنا أشارك معكم هذه الصور، يعني تحية لأهل السمارة، وأهل السمارة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من ممارسات هؤلاء الإرهابيين. كما تلاحظون هذا هو مقر الأمن الوطني بمدينة السمارة الذي تم تدشينه مؤخرا. ويجب ما يهزك ريح. نمشوا لموضوع آخر، وما غاديش نغادروا الصحراء، وهنا خبر جديد متعلق بكوت ديفوار. كوت ديفوار التي جددت دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي الذي انعقد في كاراكاس بفنزويلا في الفترة ما بين 14 و16 ماي. ياسي برو اللي هو الوزير المستشار بالبيئة الدائمة للكوت ديفوار بالأمم المتحدة أكد بأن بلاده تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء التي اقترحها المغرب، والتي حظيت بدعم أزيد من 107 دولة في العضو في الأمم المتحدة. أبرز أن مبادرة الحكم الذاتي التي تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة، لا سيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الصحراء المغربية. وطبعا كوت ديفوار بلد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء وله قنصلية بالصحراء المغربية. نقولوا الجزائر هنا، الجزائر للإعلام نتاعها نهار وما يحكوا باللي حنايا فرنسا وخاصهم يجرموا الاستعمار وكذا، وشوفوا كيف راهم يتقربوا من الشخصيات الفرنسية. يعني باش نبين لكم بأن يعني هناك ازدواجية في الخطاب لدى هذه العصابة. يعني ما عندهمش، ويعني ما عندهمش حاجة، يعني ما همش صرحاء يعني، ولا يتعاملوا بواقعية، لا ولا قال طوينا صفحة الماضي ونبنوا علاقات، لا هما يوظفوا الخطاب للإعلام. يعني شغل حنايا رانا في عداء مع فرنسا وما كان عداء، لا والو، شفتوا الاستقبالات نتاع المسؤولين وكيفاش لا تتخذ هذه العصابة أي قرار في الجزائر دون العودة إلى فرنسا، بل أنا أعتبرها أنها هذه العصابة هي جزء من الدولة العميقة الفرنسية. إذن هنا الوزير الأول الفرنسي دومينيك دوفيبان اللي استقبلوه في جامعة الجزائر ولبسوه البرنوس كما تلاحظون هنا في هذه الصور، لبسوه البرنوس كما تلاحظون.
اللي جاء ألقى محاضرة حول المعطيات العالمية الجديدة في كلية العلوم والاتصال وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يعني العلاقات بين فرنسا والجزائر هي دائما علاقات السمن على عسل، ولكن ما يتم إظهاره في الإعلام من طرف الأبواق عند عصابات العسكر هي مجرد درر للرماد في العيون ونفاق من قبل هذه العصابة. نمشي الآن إلى الموضوع يعني الموضوع الساعة اللي هو مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اللي هو الرئيس الثامن لإيران. اليوم فجرا أعلنت إيران رسميا عن هلاكه رفقة وزير الخارجية و يعني المرافقين اللي كانوا معه. نشارك معكم هنا الانفوغراف، غادي نشارك معكم هنا الانفوغراف نتاع وكالة الأناضول حول هذه الشخصية كما ستلاحظون. صبروا معي غير شوية لو طون لي نطلع. إذا في هذا الرسم البياني عن الرئيس الإيراني الثامن كرونولوجي كما راكم غادي تشوفوا هنا، هو من مواليد 1960، ولد في 14 ديسمبر 1960 بمدينة مشهد الإيرانية. بدأ حياته المهنية سنة 1981 عبر توليه منصب النائب العام لمدينة كرج بمحافظة البرز، و1988 عين من قبل الإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية عضوا في لجنة من 4 أشخاص للبت بأحكام الإعدام بحق المعارضين في السجون، وهذه هي اللجنة اللي يسموها لجنة الموت. وأثناء الحرب الإيرانية، يعني هذه معلومة، أثناء الحرب الإيرانية العراقية يعني أمر حسب ما هو متداول بإعدام الأسرى العراقيين عبر رميهم من الطائرة. ما بين 1989 و1994 تولى منصب المدعي العام لطهران، وفي 1994 عين رئيسا لهيئة الرقابة الحكومية، وفي سنة 2004 عين نائبا أول لرئيس السلطة القضائية، ثم في 2014 عين مدعيا عاما للإيران لإيران، ثم في 2016 عينه علي خامنئي رئيسا لمؤسسة مرقد الإمام الرضا ومجمعه في مدينة مشهد. هذه مؤسسة يعني عندها إنكاس تقدر بمليارات الدولارات. وفي سنة 2017 خسر أمام منافسه الرئيس السابق طبعا حسن روحاني في رئاسية 2017، وفي 2019 عين رئيسا للسلطة القضائية، وفي العام نفسه فرضت طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليه، انتخب رئيسا في 2021، وفي 2024 أمس لقي مصرعه. هذا هو رئيسي، يعني الرجل الذي كان إلى غاية أمس رئيس إيران. أما وزير خارجيته كما راكم تشوفوا هنا اللي هو حسين أمير عبد اللهيان اللي كان معاه، هو من مواليد 1994 64 وخريج كلية العلاقات الدولية بجامعة طهران في 1991، وكان عين سفيرا لبلاده في البحرين، وشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية، وتولى منصب المساعد الخاص للعلاقات الدولية لرئيس البرلمان محمد باكر قليباف، ثم تولى حقيبة الخارجية في أوت غشت 2021. هما يعني المسؤولين البارزين لهيان ورئيسي، لكن ما كانش وحدهم، كانوا معهم كل من مالك رحمتي اللي هو محافظة أذربيجان الشرقية، وآية الله علي هاشم اللي هو إمام صلاة الجمعة في مدينة تبريز. يعني راكم تشوفوا هنا الحادث وقع في أقصى شمال إيران بمحافظة أذربيجان الشرقية على الحدود مع دولة أذربيجان. طبعا غادي ننشر عليكم هذه الصور، كنت نشرت صور أمس لآخر يعني آخر صور لتلك المروحية كما ستلاحظون هنا. هذه آخر صور قبل
سقوطها كما تلاحظون هنا غادي يركب، يعني هنا غادر كان يتلاقى مع رئيس أذربيجان، وهذه آخر صورة له وهو يمتطي يعني المروحية اللي هي من نوع بيل 412، وهي من عائلة الطائرات المروحية هيوي، وتم تصنيعها من قبل شركة بيل هليكوبتر تكسترون الأمريكية. هي طائرة هليكوبتر متوسطة الحجم ذات محركين و شفرتين، حلقت للمرة الأولى في عام 1968، تضم 15 مقعد، واحد للطيار و14 راكبا. السرعة القصوى نتاعها 259 كيلومتر في الساعة، الحد الأقصى لارتفاع الطيران 6096 متر، ومدى الطيران 980 كيلومتر. وهي تعمل بمحرك براند أند ويتني الكندي، الذي يتكون من اثنين من توربينات الطاقة، يعني إذا تعطل أحدهما يمكن للقسم المتبقي توفير طاقة 900 حصان لمدة 30 دقيقة. هذه آخر صورة، هذه لما أقلعت نقلا عن إيرنا وكالة الأنباء الإيرانية، مثل ما تلاحظون. وطبعا اللي خلفه الآن، يعني طبقا للدستور نتاعهم، اللي خلفه هو محمد مخبر، محمد مخبر الذي تولى منصب رئيس الإيراني بشكل مؤقت طبعا بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، اللي كانت يعني كانوا في موكب يتكون من 3 مروحيات، زوج كملوا طريقهم وسقطت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته. هذا الرئيس المؤقت مولود في 1955، ووالده كان رجل دين، حصل على الدكتوراه في القانون الدولي، وفي التسعينات كان من رئيس تنفيذي لشركة ديسفول للاتصالات قبل أن يصبح نائب حاكم محافظة خوزستان. أثار انتباهي مقالا قصيرا نشره فيصل قاسم، وقال أن العهدة على المصدر، يعني بخصوص الموضوع، عندما قال وصف هذا الكلام الذي سأقرأه عليكم بوجهة نظر خطيرة إذا صدقت. يقول يعني ما نقله فيصل القاسم بأن الحرس الثوري في إيران فرعان، هناك فرع ديني وفرع عسكري متشدد، كاين فرع ديني معتدل وفرع عسكري متشدد. الرئيس الإيراني وزير خارجيته وحتى خامنئي اللي هو المرشد الأعلى ينتمون للفرع الديني الذي بات يفضل التفاوض والمساومات في كل الملفات على المواجهة، بينما الفرع العسكري يرى أن الفرع الديني قد بالغ في التهاون والتساهل في كل الملفات بما فيها الملف السوري والملف اللبناني واليمني والعراقي والخليجي والنووي. وبذلك يقول هذا صاحب المقال أضاع عقودا من الجهود الإيرانية لتحقيق مشروعها الثوري في المنطقة، وبالتالي لابد من الانقلاب على المشروع أو الفرع الديني وإعادة الحياة للمشروع الإمبراطوري الإيراني. لهذا تخلص الحرس الثوري بفرعه العسكري من الرئيس ووزير خارجيته، وربما لاحقا سيتخلص من المرشد وكل من يشد على أيدي الفرع الديني. وهذا يعني أن السياسة الإيرانية ستتشدد في الملفات بعد فترة وستكشر عن أنيابها مع جيران إيران ومع أمريكا، لهذا سيكون العرب ضحايا لسياسة إيرانية جديدة. لننتظر ماذا تحمل الفترة القادمة للمنطقة، يقول هذا صاحب المقال، وعلى الأغلب ستكون على كف عفريت حسب صاحب المقال. طبعا هناك شكوك تحوم حول هذه الحادثة، يعني ممكن جدا هناك فرضية أنها تم اغتيال الرئيس الإيراني، هناك فرضية وجود تطاحن داخلي بين عصب التي تحكم هذا النظام. والكلام اللي قاله يعني كتبه فيصل القاسم نقلا عن ذلك المصدر، يتكلم على وجود يعني فرعان داخل الحرس الثوري اللي هي القوة الضاربة في النظام الحاكم في إيران، وأن هناك سعي للتخلص من كل يعني الشخصيات المعتدلة داخل الحرس الثوري الإيراني، ومن ثم
الرجوع إلى المواجهة يعني، ويعني تبني سياسة متشددة تجاه جيران إيران. وفي الموضوع الفلسطيني اليوم كنت نشرت أن المدعي للجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، جالانت، وقادة من حركة حماس، المدعي العام اللي هو اليوم يعني قرر أن أو طالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوف جالانت، بجانب يعني قادة حماس كل من يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد دياب أو محمد الضيف. قال البيان أن يعني تكلم على أن استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبه، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لدي أسباب قال معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ويؤاف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي يتحملان المسؤولية الجنائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتكبت على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة اعتبارا من 8 من أكتوبر 2023 على الأقل. فيما يتعلق بهذه الجرائم قال المدعي العام للمحكمة الجنائية فأن بنيامين نتنياهو وجالانت يتحملان مسؤوليتهما في تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتبارها جريمة حرب وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب، وأيضا القتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة والقتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية. وأضاف بأن هذه الجرائم التي وجه الاتهام بها قد ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عمالة بسياسة الدولة، وهذه الجرائم المستمرة في تقديرنا إلى هذا اليوم. ودفع المدعي العام بأن الأدلة التي جمعها تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني. ونفس الشيء تكلم عن يعني قادة حماس الذين قال عنهم أنهم يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023. نمشي إلى أو آخر نقطة في هذا البث المباشر، وخضوع طيارين أوكران كما ستلاحظون لتدريبات في فرنسا. مثلما تلاحظون طيارون يتدربون في فرنسا على طائرات مقاتلة من طراز F-16 كما تلاحظون في هذه الصورة. يخضعون لتدريب عام على طائرة ألفا جيت لتعلم أساسيات الطيران بطائرات مقاتلة قبل التقدم إلى برامج المقاتلة F-16 الأمريكية. هذا ما في جعبتي لنهار اليوم، ألتقي معكم في بث مباشر آخر. شكرا على وفائكم ودعمكم، والسلام عليكم.